مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم كافيه شبابي. عودناكم نطلع عليكم بحزة الغداء. اليوم حلقتنا راح تكون صيفية بحتة وأجواءها حارة، بس أكيد احنا راح نبرد عليكم بفقراتنا وتقاريرنا. سؤال حلقتنا لليوم راح تعرفونه لما نقول مساء الخير عبد الرحمن. مساء الخير أبرار، ومساء الخير لكم أنتم اللي قاعد تتابعون هذه الحلقة الجديدة من كافيه شبابي. أكيد ننطلق معاكم مثل ما قالت أبرار، لا تاكلون غدا، نطلون نخلص الساعة 2:30 وكلوا اللي تبونه. عموما سؤال حلقتنا يقول شنو مناوين تسوون في الإجازة الصيفية؟ أو شنو مخططين حق الإجازة الصيفية؟ كلنا نعرف أن هالسنة الموسم يختلف، رمضان تقريبا جاي بالنص، فبالتالي الأجواء راح تكون غير. في منكم اللي مأجل سفرته، في منكم اللي مشترك بنادي، تفاصيل كثيرة نبي نعرفها عن إجازتكم الصيفية، بس أكيد ودكم تربحون $100 كاش عشان تخليكم تستمتعون أكثر بالإجازة الصيفية. بس الحل مع جاسم. مساء الخير جاسم. مساء الخير عبد الرحمن، ومساء الورد والنوير أبرار. تعرفون الورد والنوير، تذكرونها؟ مساء الورد والنوير. مساء الخير على كل اللي يتابعون برنامج كافيه شبابي، وحياكم الله معانا في حلقه جديده من برنامج كافيه شبابي. عشان ما اطول عليكم وادش عليكم بسؤال المسابقه على طول، سؤال المسابقه سلمكم الله يقول لكم ان في شاطئ عندنا بالكويت وهو بشويخ ويمل كي او سي اللي هي شركه البترول الكويتيه. وعلشان اعطيكم هنت، نفس ما قلت لكم بالانستغرام انه موجود، كان يعني في السابق كان في باخره معروفه بفندق ماريوت موجوده بنفس المكان. عبد الرحمن ايش فيك منصدم طالعني شيء؟ حسيت اني غلطت اصلا. لا 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 لا. فشنو اسم هذا الشاطئ؟ طبعا مشاركاتكم اكيد راح تكون عن طريق اكونت البرنامج بالانستغرام اللي هو كافيه اندرسكور شبابي، ناطرين مشاركاتكم. أبرار ننقذ الموقف، ايش رايك؟ شلون؟ ننقذ الموقف بما ان جاسم يعني بلش فينا وبلش بالنوير والى اخره. أيوة. ننقذ الموقف مع منو؟ راح ننقذ الموقف مع الفنان اكيد ابراهيم دشتي. خلكم مع الاغنيه وراجع لكم بعدها. ما بيرجع إذا بيرجع علشاني، ما بيرد المجرد إن أنا تعبان.
مساء الشباب من جديد مكملين معاكم مشوارنا وحلقتنا اليوم في كافيه شبابي. وايد اجابات جتنا سريعا على سؤال المسابقه في حلقه اليوم، بس ابشركم اجاباتكم اغلبها غلط. مبدئيا بقول لكم ان الاجابه مو شاطئ شويخ، هو اوكي فعلا موجود في منطقه شويخ لكن له اسم ثاني. احنا ناطرين اجاباتكم من خلال اكونت البرنامج على الانستغرام @cafe_شبابي. تقدرون بس من خلال هذا الاكونت انكم تشاركون معنا. ما يعني اذا بعد ما يعرفون الجواب، يعني اذا يعني ضاجت فيكم الوسيعه، يعني عمي جوجل ما يقصر. صح ايه. لا انا ذاك اليوم صرتني صوره مت من الضحك عليها، كاتبين ابي الاغنيه اللي اخوي امس كان يغنيها اللي كلماتها فيها احب. اوكي عرفت الاغنيه. فحاطين صوره جوجل يموت، جوجل قاعد ينتهر. اكيد من بعد سؤال الحلقه عبد الرحمن اليوم فنتقنا راح يكون غير. كلنا نعرف سباق الجري والركض، بس باليابان هذا السباق غير. شلون غير؟ هذا اللي راح تعرفونه معنا بفنتقنا لليوم. فنتك ولا مو فنتك؟ والله فنتك صراحه كسر ظهر. انا اشوفه مو والله فنتك. العاده يقولون هالفيلتشه ما خلوا شيء، اليابان اللي ما خلوا شيء. والله طبعا اليابانيين كلش ما خلوا شيء، ولا من اللي سوى هذا وهذا وكل شيء. هذا امريكا كنا مسويين، امريكا بس بالتعاون مع اليابان على امريكا بروحها. مو هينين اليابانيين. طبعا. عموما حلقتنا اكيد مستمره. ايش بتسوين بالاجازه الصيفيه؟ بالاجازه الصيفيه مخططاتنا كثيره للحين، ما ادري شنو. في ناس بيسافرون ترى. ها في ناس بيسافرون قريب. بس الصيف طويل يعني اكيد راح نخطط له، بس تو الناس بعد خلينا نخلص الدوام عقب نفكر ان شاء الله بالاجازه الصيفيه. نفكر بالاجازه الصيفيه وخطط. تو الناس بعد ما خلص الدوام. احنا سلامه حق اللي بيسافرون. بالسلامه. احنا تدري شنو عاده نسوي بالصيف؟ تعطيها باسبوعين تنام تريح على ما تستوعب ان اجازه. مخك اول شيء تفضي مخك من الدراسه من الشغل، تطرد السوالف هذه علشان يصير مخك متلقي. انا قاعد اتفلسف ترى، مو صدق يعني ظاهره علميه هي. لا بس كذي انا يعني. لا 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 كلامك صحيح يا هذا. المهم ان انا اعتقد اجازتي الصيفيه راح تكون اغلبها شنو هذا؟ نوم ولا يا نايم يا سيكل ولا يا شنو؟ لا كان كذي سوى كان؟ ما ادري يعني كذي مع بعد حسبالي عيد قاعد تقول نقي. هم الجيت سكي شيء من الاشياء اللي انا ما امانعها في الصيف. عاد عبد الرحمن انا وياك يعني تقريبا خلينا نقول اجازتنا الصيفيه ما بلشت، بس سوينا شيء باجازتنا الصيفيه. سويتوا شيء؟ ايه شنو سويتوا؟ احنا ما نحب نقول، احنا ما نحب نقول. اكيد ما تبي تقولون. احنا نحب نوري انشطتنا عشان نخلي الناس يكونون قراب من عشان مره ثانيه يجون بعد يصيرون عجال. أوكي. عشان يجون، وعشان احنا اصلا وجهنا لهم دعوه بس هم ما لبوا الدعوه. كافي عاد تحروني وتحرون المشاهدين، خلينا نشوف الرود تريب وراجع لكم بعده. معروف عندنا ان في الشتاء دائما نروح البر والبقيات وهالسوالف، لكن في الصيف مالنا غير البحر. في انشطه جديده قاعدين يستحدثونها شبابنا في الكويت بس عشان يكون فصل الصيف فصل رفاهيه ومتعه وناسه. جيتكس كويت هذه واحده من الانشطه الشبابيه اللي لها علاقه في البحر، راح تكون وايد قويه. راح نروح انا وجاسم في رود تريب اليوم. وين؟ تعالوا معنا. We'll be right back.
مشروع جت اكس كويت عدل؟ واحمد الغريب هو صاحب المشروع، حياك الله في برنامج كافيه شبابي. الله يحييك. كلمني عن مشروعكم اول شيء، من وين جبتوه؟ طبعا طراد هذا مو موجود بالكويت حتى بالخليج، اول مره نجيبه. وسيفتي حق كل الاعمار من 10 سنين وفوق، يعني ما يحتاج لا لايف جاكيت ولا شيء، ما يحتاج الواحد يحاتي يعني اساسا، عرفت؟ وفكرته وحيده يعني، اول مره نجيبه بمنتزه الخيران احنا. شنو فكرته؟ فكرته استعراضي بالبحر. درفتر فول سبيد، اي نفس السياره شلون بس على طراد، سبيننج سبيننج وكل شيء 360 زقزاق كل شيء يعني. حلو حلو حلو. انزين قلت لي ان عندكم بعد مشاريع غير هالشيء، مشاريع جديده يعني هم ما كانت موجوده بالكويت، شنو هي حاليا؟ هو بس واحد عندنا الحين بالخيران، بس ان شاء الله مفكرين اني باكثر منه يعني، راح نحط بالديره واحد وان شاء الله لنا توسع حتى برا يعني ان شاء الله. زين السيفتي قلت لي في عالي؟ اي اكيد عالي، انا اقول لك 10 سنين يا هالي يركبون فيه عادي يعني، يسمح لهم. جميل جدا. زين يعني تنصح الحين الموجودين انه يركبون؟ انت ايش رايك؟ انا اقول شو يبين وجهنا انا وياك طالع فهم جوله عادل. احمد عساك على القوه، يعطيك العافيه. الله يقويك، حياك الله اجمعين. هذه هي جولاتنا في البحر، دائما تكون بهالطريقه، ماي وتان وجتكس تان تحت على روحك، انا ما حطيت اصلا مو محتاج تان انت. يا عمري. زين باقي الموضوع يبي باقي لنا شيء بعد ما اكتفينا يا ربع، البحر فيه وايد اشياء. يبي له بنانا بوت عشب. يلا عشب زهره باي. ما زلنا متواصلين معاكم ومستمتعين اكيد في جولتنا اليوم في كافيه شبابي. استمتعنا وايد بهاليوم، كان يوم من احلى واجمل الايام فعلا، لما الواحد يعني يروح يطلع في بيكنيك بحري يستمتع ويستانس. صح اكيد. احنا طبعا ما ننسى احمد الغريب، نقول له يعطيك العافيه، تعبنا والله، يعطيك العافيه، صرت جدا جدا مشكور. ادري قاعد طالع الحين احمد الغريب العصبي. عموما تحيه اكيد كبيره حق كل الشباب، شكرا ما قصرتوا. الحين بنتكلم عن موضوع وايد يهمكم انتم الشباب اللي قاعد تتابعونا، وصار هاجس عند الشباب والبنات على حد سواء، كنت بقول الشباب قبل البنات بس لا على حد سواء. شلون نبرمج اجسامنا على انها تاكل بطريقه صحيه، وشلون نحاول نركز على ان يكون تكون الاكله اللي باكلها الحين مفيده حق جسمي وتضيف له اكثر ما تضره او تتخزن في جسمي على شكل دهون. كل هذا راح نعرفه من خلال الدكتوره فاتن غرز الدين من دايت سنتر. مساء الخير دكتوره فاتن. مساء النور. اهلا وسهلا وسعيد بوجودك معنا اليوم في كافيه شبابي. ثانك يو. مساء الخير دكتور. دكتور يمكن اول سؤال بنسالك اياه، نلاحظ ان مفهوم او كلمه الدايت عند البعض يعني صارت متساويه، يعني اللي اقصده ان الكل قام يسوي دايت معين. هل الدايت هو واحد لكل الاشخاص ولا لكل شخص يحتاج دايت معين؟ هلا هذا مفهوم كثير خاطئ عم بيصير بالمجتمع، انه بيعتبروا انه دايت وحده ممكن تكون مفيده للجميع، بس بصراحه كل شخص ان كان رجل او امراه ومن اشكال ومجتمعات مختلفه واعمار مختلفه، اكيد بدها دايت معينه لكل شخص. يعني معناته ان الدايت اللي يسويه جاسم ما يمشي مع الدايت اللي يسويه؟ لا، حتى لو اثنيناتكم يعني رجال، اثنيناتكم كل واحد منكم عنده احتياجاته الخاصه، يعني ممكن تكونوا بنفس الوزن ونفس العمر بس كل واحد عايش نمط حياه مختلف، فالسعرات الحراريه بتختلف. شنو بالنسبه للكالوريز؟ اكيد الكالوريز هذا امر متساوي، ان المفروض الانسان خلال اليوم ياكل معدل معين للرجال والنساء، النساء اكيد يختلفون عن الرجال في عدد الكالوريز. اكيد بالنسبه للرجال والنسوان اكيد مختلف، حتى كل شخص بيختلف للثاني.
قبل ما نحدد السعرات الحرارية مفروض ناخد شوية معلومات عن الشخص، الوزن الحالي، الطول، نمط الحياة، إذا في لا سمح الله أي مشكلة صحية، هو كلها عوامل بتلعب دور لتحديد السعرات الحرارية. أوكي. يعني دكتور العوامل اللي تحدد الرجيم المعين أو الدايت المعين اللي هي وزن، طول، الوزن عمر. الحالي، الطول، العمر، ونمط الحياة. زين، وأيضا هذا كله يتحدد طبعا بأشياء خارجية، لكن في يعني بعض الناس تحتاج تحليل دم علشان يعرفون نسب معينة داخل جسم الإنسان أو تركيبة جسم الإنسان، شنو ممكن يتحدد منه يعني؟ هلا نحن بصراحة دائما بنطلب تحاليل دم قبل ما نحدد أي برنامج غذائي. ضروري يعني. هيدا شيء كتير ضروري، لو يمكن حدا يحدد له برنامج غذائي وعنده كوليسترول أو سكري، فكل شخص عنده حاجة هيدا لازم نركز الموضوع، ما فينا ناخد دايت وحدة ونوزعها أو نعممها على الجميع. اوكي، احنا بنروح بعد شوي وخلال ثواني يعني حق تقرير سويناه في الدايت سنتر عشان نعرف ونتعرف على الطريقة اللي الواحد فيها ممكن يحافظ على وزنه ويحصل على أكل مثل ما نقول مفيد للجسم. شنو تعريفك للأكل المفيد للجسم دكتورة فاطمة؟ أنا بالنسبة لي الأكل المفيد هو الأكل أكيد العيش طبعاً، الدهن، لا الفاست فود، لا ما في شيء ممنوع بنظام غذائي لما يكون متوازن، ما في شيء ممنوع. يعني اخذين احنا فكرة غلط شوي انه العيش بيسمن او الدهون بتسمن، بس العيش اذا تناولناه بكميات معقولة ومحضر بطريقة صحية ما ضروري يمتن. وحتى الدهون في كمان افكار انه لازم واحد يبتعد عن الدهون، بس في دهون كويسة للجسم مثل زيت الزيتون، زيت اللي موجود بالمكسرات، بس هون كمان بدنا نقول بدنا ننتبه للكميات. والدهن العداني اكيد لا اكيد لا. دكتوره وايد ناس عندهم مفهوم ان العيش اذا يبي ياكلون عيش او رز يكون يعني بحدود ال 100 جرام، ودائما احنا نسميه عندنا بالكويت عيش مشغول اللي هو يكون الابيض. نعم. واللي يكون خالي من الدهون وخالي، بس هذا دكتوره يعني حق دايت هو بس ما ممكن. لا انا بقول شغله، اجابتك على هالسؤال راح تكون بعدها التقرير، راح نروح نشوف التقرير اللي سويناه في الدايت سنتر شلون تقيسون وزنكم وشنو المطلوب منكم، راح نعرف فيها التقرير. خلونا نشوفه. من اكثر الاشياء اللي نعاني منها احنا الشباب هي وجباتنا الغذائيه اللي ابدا مو صحيه ومو هيلثي. اليوم لقيت الحل مع دايت سنتر، قررت اني احصل على وجبات غذائيه حيل صحيه لمثال يمتون يضعفون، والاضعاف اللي نفسي ودهم يمتنون. الحل معاي، تعالوا شوفوا شلون. الوزن صح؟ قياس الوزن معناته ان احنا راح نحدد طريقة الاكل ونوعية الاكل اللي راح ناكله وعدد الكيلوات المفروض نزيدها، طبعا هذا كله بالاضافة حق نمط الحياة، لان بالنهاية نمط الحياة هو اللي يحدد نوعية الاكل اللي المفروض الواحد ياكلها، بمعنى ان انت تنام العصر ولا ما تنام، بالليل تقعد في الديوانية ولا ما تقعد في الديوانية، عندك دوام، الدوام متى، وكل هالتفاصيل. نقيس الوزن والطول. بعد قياس الوزن والطول راح نعرف ونحدد الوجبات اللي راح ناكلها من خلال منيو نختار فيه ثلاث وجبات أساسية بالإضافة إلى التو سناكس اللي توصل. طبعاً اللي عرفته إن كل يوم لابد إن الإنسان يأكل خمس وجبات. إذا صلك في البيت صدق مثل هذا في خمس وجبات الصبح، وأنت عاد تنطلق في الأكل تدريجياً كل وجبة على حسب وزنها. أنا أحب الديام.
إذا مشوارنا مكمل معاكم، استمتعنا بالتقرير. قديش كان الطول؟ 174. إيه. الوزن من غير ذكر. ولا تذكر الوزن. أوكي. بعدين راح تقولي وزن. بعدين راح أقول لك إيه. أقول لك وزن 60. كان زايد كيلو. طلبي كان إنه يزيد شوي بالوزن. إيه 63. زين هو على طوله الحين. كم لازم؟ كم المفروض يكون؟ هو المفروض إلنا 65 66 كيلو. يعني باقي لك كيلوين ثلاثة. توه 60 باقي لك كيلوين ثلاثة؟ لا صرت 63. أول مرة قلنا كان 60 صار 63. هلا 63. أعطيناه شوية إرشادات. أيه. كيف يقدر يزيد وزنه بطريقة صحية. صح. وشلون ممكن اقلل اشياء تضرني اكثر ما تفيد؟ عاد احنا دكتوره يعني احنا بالكويت ما انت غشمر يعني احنا عندنا الوجبه الواحده. الحين بتروح تغدى؟ بروح اتغدى. صدقني صدقني بتكفي لليوم كله. أيوة كسعرات حراريه. اوكي بنتكلم عن شيء وايد مهم. الناس يمكن تعتقد ان في بعض انواع الماكولات والمشروبات اللي انا اكل اللي ابي بس اخر اليوم اشرب لي جلاس شاي اخضر وانا بالسليم، او مثلا يعني احط بدال العيش كينوا اسوي والى اخره فانا قاعد احرق السعرات الحراريه. شو تعليقك؟ هلا بالنسبه لهالموضوع معك حق. كثير بنسمع انه فينا نقول اكل سحري ممكن يساعدنا انه نضعف اكثر، بس انا من هون بحب اقول انه لا، ما في اكل معين ممكن انه يساعد او يحرق سعرات حراريه اكثر من غيره. هو برنامج الغذائي المتكامل بيتضمن كل فئات الاكل. وبالنسبه للكينوا خلينا نذكر انه هلا كثير ترند الكينوا، بس كمان حتى الكينوا اذا اكلناها بكميات كبيره او حضرناها مع الدهون ما راح تفيدنا، راح تضرنا. زين دكتور انا قبل شوي تكلمت وياك بهالموضوع، ليش نلاحظ ان اغلب اللي يسوون دايت يعني يعتبر دايت صعب عليهم، يعتبر عذاب يعني مثل ما نقول انه والله انا مسوي دايت، النفسيه تتغير، فما يكون وضعه سليم 100%، يعني ما يكون طبيعي 100%. ليش؟ هي المشكله انه مفهوم الدايت عند بعض الاشخاص هو الحرمان. ونحن بالنسبه لنا بنقول لا، انه ما ضروري يكون في حرمان لتكون عم تتبع نظام غذائي معين. في الانسان يستمتع بكل الاكلات كل الفئات بس بكميات مدروسه واكيد نوعيه جيده. زين دكتور ايضا هم بعد اكو انواع من الدايت، يعني الجوسينج والى اخره، هل الفواكه هلا بالنسبه لنا نحن هون بنسميهم فاد دايتس. نوع من الدايتس فينا نقول تجاريه اكثر ما هي فعاليه. اي دايت لازم تعتمد على ثلاث فئه من الاكل اللي هي النشويات والبروتين والدهون، بس اكيد الدهون الجيده، ما عم نحكي عن السمنه والزبده. اوكي زين انا عندي ثلاث اسئله ابي اجابه سريعه جدا عليها عشان الوقت. يلا. اول سؤال، الرياضه قبل ولا بعد الاكل؟ هلا كثير على الناس بيفكروا لازم يعملوا رياضه على معده فاضيه. انا بقول لهم لا، مفروض واحد يكون اخذ وجبه قبل الرياضه تقريبا بساعه ليقدر ياخذ الطاقه ليقدر يكفي بنهار مريح. اوكي معلومه خطا انا كنت اعرفها ابيك تصلحي لي اياها وتصلحينها للمشاهدين، ان الضعاف مفروض ياكلون كل شيء. لا، هو نظام غذائي صحي ممكن يكون لشخص بده ينزل من وزنه او بده يزيد وزنه او حتى بده يحافظ على وزن صحي. فالدايت لكل واحد، لانه بالنهايه نحن هدفنا نهتم بصحه الانسان. اوكي السؤال الاخير له علاقه في الموضوع الجاي وضيفتنا اللي بعد شوي، موضوع له علاقه في التان والبحر والسباحه. وايد ناس يروحون على البحر وتصير فيهم ضربه شمس وبسبب سوء التغذيه ممكن يعني يصاب بامراض والى اخره. شنو الاشياء المفروض نحرص عليها واحنا على البحر؟ هلا اهم شيء شرب المي، لازم نركز على هالموضوع انه الانسان لازم يضل يشرب مي كثير، خصوصا هلا بايام الصيفيه صار شوب كثير، فلازم ناخذ تقريبا من 6 ل 8 كبيات مي باليوم. وكمان ما نروح على البحر ونقعد تحت الشمس بدون اكل، لو ممكن يصير عندنا احتمال من هبوط بالسكر او ضغط الدم. الجسم بيتعب مع الشوب والحراره فممكن نواجه بعض الاشكالات. جميل جدا دكتور فاتن، انت مثل ما يقولون يا بك الله هديه من السماء. انا لي كلام ان شاء الله بعد شوي وياك، فكل الشكر لك على تلبيه الدعوه ووجودك هنا معنا في برنامج كفي شبابي. احنا استفدنا صراحه واكيد المشاهدين استفادوا، فكل الشكر لك. ثانك يو لكم. شكرا شكرا جزيلا للدكتوره فاتن من دايت سنتر. الحين راح نروح حق موضوع له علاقه بالاكل والماكولات، راح يكون مع ابرار اللي راحت وزارت معرض شكشوكه المتخصص في الاكل. يلا يا شكشوكه.
أنا حالياً معاكم في تغطية لشكشوكة ماركت. تعودنا بالكويت عندنا على البوثات بالمعارض، بس إنه يكون ماركت صغير هذا شيء جديد. عشان كذي راح أخذكم معاي في جولة لبعض المشاريع في شكشوكة ماركت. معنا من قلب الحدث المنظمة لشكشوكة ماركت مريم النصف، يعطيك العافية مريم. عافيش، مشكورة. مريم، أنا أول شيء أبي أسأل عن الاسم شكشوكة. ليش شكشوكة ومن اختار شكشوكة وشنو يعني شكشوكة؟ شكشوكة أكلة بيض وطماط، وأول ما بدت شكشوكة كنا طاولة واحدة، أقراض من المزرعة، تبوي يزرع خضرة وحيوانات وهذا كل شيء عضوي. فكان عندنا كان آخر الموسم، فكان في وايد بيض ووايد طماط على الطاولة، الخضرة اللي باجي كانت قليلة وانباعت، فاللي يو عقب قام بقى بس طماط وبيض، فكان قاعد يسألون إيش سوي بكل هالطماط والبيض، قاعد أقول لهم شكشوكة، سوكم شكشوكة، وبنفس اليوم طلع الاسم شكشوكة. صار شكشوكة ماركت. أوكي، أبي شنو اللي يميز شكشوكة يعني عن باجي الماركت اللي صارت بالكويت؟ صعب ان الواحد يدخل شكشوكة، لانه لازم يكون المنتج اللي على الطاولة وهو صانعه بايده، ولازم انا اجربه، ولازم اتاكد من المكونات، ومرات اروح ادخل المطبخ. بعدين عندنا وايد اللي يبيعون الفندرز وايد دايفرس، يعني من جناسي مختلفة. مثلا هني عندكم يونانية تسوي شغلات يونانية، هناك كويتيين، بس مثلا عندنا سمر عمرها 8 سنين هي اللي تسوي مو بس اكل، هو اي شيء بصنع الايد يدش شكشوكة، ومستواه يعني الكواليتي زين. فسمر عمرها 8 سنين بس شي ميكس جولري، تسوي اكسسوارات مع امها، هي وامها يسوون. هي عندنا يابانيين بالسوق، عندنا لبنانيين، عندنا مصريين. هذا شيء انا كشكشوكة وايد افخر فيه، لأن إحنا عندنا وايد خلط بالكويت بس مو مستفيدين منه، والكويت مو مستفيدة منه. يعني هاي كلها ثقافات، ها اليابان هاي ثقافة، اليونان ثقافة، عرفتي؟ فهذولا كلهم قاعد يعني يعرضون ثقافتهم هني على الكويت ثرو شكشوكة. يعني أنا عندي الخلط اللي بالكويت كنز بس مدفون، لأن إحنا مو وايد ممتاز. يعني ورا كل طاولة شخص يتميز هو بنفسه، وكل شيء يسويه هو بيده. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد فقرة شكشوكة، بس أنا عندي تعليق بسيط على الرود تريب اللي كان من عبد الرحمن وجاسم. بقول لكم أصلاً حد عادي، أصلاً حد عادي، أصلاً حد عادي، أصلاً ما تشوف أصلاً أنا ما ضاق خلقي. لا بشوفكم. أوكي، وأكيد كل صيف ما يحلى إلا بفتان عبد الرحمن. هو هوس كل الشباب والبنات بالصيف. راح نتكلم اليوم عن التان، شلون يكون تان صحي وجميل بنفس الوقت. راح نعرف كل هالأسئلة مع الأستاذة زيبا رفيق. يعطيك العافية زيبا، وحياة الله معنا في برنامج كافي شبابي. يعني خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، وإحنا اليوم موضوعنا بس عن التان، نبي نتكلم شلون نحصل على التان ويستمر معنا. أول شيء التان مفروض يكون مثل نمط الحياة، إذا حبينا البحر، حبينا نطلع برا، يعني نروح نلعب رياضة بالمكان يعني هواء طلق، فأكيد راح نكسب لون. بس هناك تان نوعين، في تان صحي وتان مضر. التان الصحي إذا طلعنا بوقات صحيحة، يعني بين الساعة 10 و 4 مفروض نتحاشى، من الصبح الساعة 4 لغاية الظهر نتحاشى الشمس.
لأن مرة ثانية من الساعة كم لساعة كم؟ من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 4 الظهر يعني العصر. مفروض نتحاشى الشمس، يعني اني نروح نطلع قبل اذا هذا تاني الصحي. انا لازم اعيد حساباتي، انا متى كنت مجد. عشان كذي شبابنا يقولون يا رب احنا ليش لوننا يصير اسود، ما ناخذ لون التان، يصير اشلح يحترقون لان اصلا وقتهم غلط. اوكي، فالوقت المناسب متى؟ هو قبل الساعه 10 من شروق الشمس. الشمس مو قويه، ما هي ما نبيها قويه، احنا نبيها تكون هي بالعكس القويه تحرق. وبعدين في شغله ثانيه، البشره البيضاء هي تكسب هو في فيتامين د احنا نحصل عليه. أوكي. لما نتعرض للشمس، يعني البعض ما يبي يصير اسمر. صح. ترى هي بس مو بس اللون السمار اللي نكسبه احنا من الشمس، احنا ناخذ فيتامين د. وحتى شوفي اذا اللي ما يتعرض للشمس تلقينه هو ابيض بس رمادي على اصفر، والاسمر هم يكون لونه على رمادي، فالشمس تعطينا الفيتامين د اللي يخلي اللون يعني خلينا نقول في رونق. فعشان نحصل على الرونق مو بس عشان نحصل على التان يعني. والبشره البيضاء تكسب الفيتامين د باسرع وقت. عاد احنا يقال ان في الكويت تعتبر من الدول اللي يعني ابناء شعبها يعني في عندنا نسبة وايد قليلة من الناس اللي يحصلون على الفيتامين دال، يعني أغلبنا ما عندنا فيتامين دال وعندنا نقص في فيتامين دال. أنا من الناس اللي عندي نقص في فيتامين دال. هو السبب لأن إحنا ما نتعرض للشمس، وإحنا على بالنا قال نتعرض على الشمس، لأن هي موجات الإشعاعات هي نوعين، طويلة الأمد والقصيرة الأمد اللي هي UVA و UVB. تلقى إن UVB هي ما تخرق الزجاج زين، بس هي اللي تسبب انتاج يعني تساعد في انتاج الفيتامين د. يعني احنا قاعد نشوف لك لقطات، هذا حق شنو بالضبط؟ هذه وحده كانت ماخذه تان زين وتبي ترد لونها، ما عجبها اللون. ممكن يعني فممكن ترجع لونها يعني، وممكن في طريقه انها تستمر لونها مده اطول يعني. اوكي، يعني احنا اذا رحنا البحر وما عجبنا لوننا ممكن نرد اللون. حلو والله، يعني كل شيء باختيارنا، حتى التان اذا سويناه وما عجبنا نقدر نغير اللون. انا ابي اعرف التان يختلف من الوان لون كل بشره، يعني مثلا يختلف من البشره البيضاء، في بشره سمراء الناس يقولون انت يعني مثلا شنو تبي رايحه تسوي تان، يعني انت اوريدي اسمر. لا، الاسمر هم يبي تان مثل ما قلت، يبي رونق. فعشان يصير لونه شلون يصير؟ هو الاسمر لازم يطول بالشمس، يعني يقعد مدة أطول بالشمس عشان يكتسب الفيتامين د. إنزين، عشان الفيتامين د هو اللي راح يخلي رونق باللون. أما الصبا هي موجودة عنده. بالنسبة البشرة البيضة هذا راح يكسب الفيتامين د أسرع، بس ما راح يكسب لون. طيب. فراح يحترق بسرعة. فهو البشرة البيضة لازم تروح على مراحل، يعني كل يوم يأخذ له ربع ساعة مو أكثر من 20 دقيقة. وبالدرجة يعني تدرج ياخذ اللون، ما يطمع ويقعد يعني يوم ربع واحد. ربع ساعة يوميا، ربع ساعة واحدة يومي خلال اليوم لأصحاب البشرة البيضاء. بيضاء عشان يحترق. ولا ربع ساعة ويرجع للماي مثلا، وربع ساعة ويروح ويرد بكذي. والله هو الأفضل إن كل يوم ياخذ له ربع ساعة. بس ربع ساعة. ربع ساعة، هذا أساس يكون صحي. إيه. عشان لا يحترق. صح، لأن البشرة البيضاء بسرعة تصير حمراء، بدل لا ياخذ تان يصير لونه أحمر يحترق. صح. زين، في عادات معينة إحنا نسويها، ويقال مثلا إنه البيبي اويل ممكن يساعد على حصول لون زين. في اشياء غريبه، مشروبات غازيه، اللي يحط دم الغزال، اللي يحط اشياء مختلفه. شنو تعليقك على البيبي جونسون؟ يحرق على طول ويصير لون على لون رمادي غامج. اوكي. اذا تبي تكسب لون ذهبي فزيت القمح وايد زين، وهو في فيتامين دي اي واي. زيت القمح وين تحصله؟ بالصيدليات تحصل عندك. زيت الزيتون زين، زيت الأحسن زيت هو زيت جوز الهند، لأن في نسبة زيت شنو؟ جوز الهند، كوكونات أويل. لأن في نسبة من طبيعية من SPF اللي حماية ضد الشمس. أوكي. فأنت لما تحط هذا الزيت هم نفس الوقت تغذي البشرة، تكسب لون وما تحترق. وتبقى هذه أشياء طبيعية، يعني أتوقع حتى إذا ما نفعتنا ما راح تضرنا. أكيد، بس أحسن شيء إذا واحد يبي ياخذ لون حلو
فيخلط ياخذ 10% زيت جوز الهند، اوكي، 5% زيت زيتون، زين، خلينا نقول هم 5% زيت هذا شو يسمونه هذا الورد اللي هو احنا نطبخ فيه، خلينا نقول وياه اللي ناسته ماي ورد دوار الش عباد الشمس، عباد الشمس، okay. عباد الشمس، okay. ايه، وهذه الخلطه راح تخلي اللون يكون على احمرار شويه على ذهبي ويكون صحي جدا. هذه نطالب باعادتها عشان بعدين نسجل الوصفه. عبد الرحمن، الوصفه مره ثانيه 10% 10% جوز الهند، جوز الهند، زيت جوز الهند، زيت جوز الهند، 5% زيت هذا قلنا زيتون، اوكي، وبعد 5% زيت عباد الشمس، اوكي. زين، اذا نبي يكون لون مثل لونك شويه ما شاء الله على احمر اكثر، أوكي. فانت ممكن تحطون فيه 2% زيت السمسم. زيت السمسم، زيت السمسم راح يسوي لنا هاللون نفس يعني لون عبد الرحمن. انا حبيت ان انا اخذ كمثال. زين، خليني بس اخذك حق موضوع شوي مختلف. اذا عندنا كلف او نمش، هل محاوله الحصول على تان راح تكون مضره حق هالشيء؟ راح يغمج الكلف ونمش، يعني الانسان هذا عنده قابليه انه يصير فيه كذي، فهو مفروض يحط حماية الشمس ويتحاشى الأماكن، يعني هو إذا الوجه ممكن يغطيه، يعني ما يتشمس، ويستخدم يعني أعتقد التان اللي هو الصناعي أحسن. حلو، في ناس يحبون يأخذون التان بدون ما يتعرضون حق أشعة الشمس، في جهاز اللي هو جهاز اللي يسوون فيه تان، أبي أعرف هذا جهاز صحي ولا مو صحي؟ هذا مو صحي بالمرة نهائياً، لأن هو عموماً كل الأشعة تكون مسرطنة، بس لما انت تكون بحوالي طلقه تاخذين فيتامين د، هذا بس يكون بيو في اي الاشعة طويله الامد، فهي تسبب سرطان، فمو زين. وحتى التان اللي تحصلين منه ما يكون شكله حلو، يكون على سواد، على يعني ما يكون حلو، ما يكون مناسب. زين، اللي عارفه انك تعشقين الكتابه وتحبين كتابه وتطمحين وتحلمين بكتابه سيناريو مسلسل درامي، واللي عارفه انك الفتي كتاب عن باكستان وعن عاداتهم وتقاليدهم، فأكيد في هذا الصدد وأكيد في باكستان، حضرتك أول شيء من باكستان صح؟ اي نعم. سعيدين اليوم يمكن أول ضيفة نستضيفها اليوم في البرنامج من باكستان، ونتشرف بهالشيء. شرف. ولغتك العربية ممتازة جدا، فهذا يشرفنا، وإحنا سعيدين أكيد بوجودك معنا. قولي لنا كم كلمة في الباكستاني خلينا نتعلم، مثلا ترحيب، مرحبا، مجھے ہم بلانے کا بہت بہت شکریہ، هذا معناته ان مشكورين على دعوتي، اوكي، ايش مشاركتي ببرنامجكم، میں بہت خوش ہوئی آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے، معناته ان انا سعيده ان شاركت ببرنامجكم. سعيدين اكثر، وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. زيبا رفيق، خبيره التجميل والعنايه بالبشره، فعلا استمتعنا بالحوار، وايد استمتعنا، يعطيك العافيه. اي والله استفدنا وايد، واكيد المشاهدين كلكم استفدتوا من هذه النصائح الجميله. معنا تغرير عبد الرحمن، التغرير راح يكون عن رياضه مهمه بالصيف، وايد شباب بالصيف يقولون شنو نسوي رياضه، شنو نسوي رياضه، هذا التقرير راح يقول لكم شنو الرياضه اللي تقدرون تسوونها بالصيف، تابعوا ونرجع لكم بعد. مساكم الله بالصيف، ما دام احنا الحين بفصل الصيف، عندنا الصيف بالكويت ما يحلى بدون البحر وانشطه البحر، انشطه البحر عاد ما تخلص، هي جيت سكي وهو طراد وهو غوص، ولكن احنا في برنامج كافيه شبابي دائما نجيب لكم الشيء المميز واليديد نوعا ما. يديدنا بهالتغرير كيو 8 كاياك. والحين مع عبد الله الحبيب، وراح نتكلم عن الجو كاياك اكثر. عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. طبعا الاجواء وايد حلوه، وايد. كلمني عن الجو كاياك، قل لي متى بلشت عندنا بالكويت؟ الكاياك هي رياضه قديمه يعني ما تعتبر، بس بالكويت شيء جديد شبابي حلو، خفيفه، رياضه سهله، مناسبه لكل الاعمار، حلوه لانها ما فيها اي مخاطر، ما فيها حوادث لا سمح الله، الوانها حلوه، حلوه حق الصيف،
عرفت؟ وهواية جديدة يعني تعتبر في الكويت. اي قاعد اشوف هي تعتبر كنا يمكن ثاني ها قاعد نندز احنا كنا ايه كنا ثاني سنة بالكويت؟ اي نعم ثاني هي بلشت من العام عرفت؟ فالحين احنا قاعد نحاول مثل ما اقول بروموتنج الرياضة هذه. حلو حلو زين انت من متى نبلش فيها؟ والله من العام من العام من العام اي نعم وسهلة عسى سهلة والله سهلة مثل ما انت شايف يعني يبي لها تكنيك ولا شنو؟ لا لا هي ابد سهلة يعني في ناس يقولون هل تحتاج تدريب هل تحتاج لياقة هي مجرد تجديف بسيط يعني من اذا يعني داش سباق او شيء مثل هذا بس انت مجرد هي هواية يعني حلو يبي لها اتوقع يبي لها بالانس اكثر يعني والله يبي لها بالانس توازن نفسك فيها ساعة انجداف طبعا بس يعني هي شغله حلوه ممتعه وحلوه حق الصيف ربع البحر يحبون البحر يحبون الكاياك حق التان وهالسوالف هذه حلوه خفيفه هي بعد يعني قاعد اشوف انه ما هي ثقيله وايد يعني اي نعم تنشال وزن الكاياك هو بروحه 23 كيلو عارف والكل يقدر يشيلها سهل جدا حطيتها وشيلتها سهله عرفت عبد الله زين سؤالي لك بالنسبة حق اللي يعني حاب إنه ياخذ لك كيك ولا يشتري لك كيك عن طريقكم يعني شلون يتواصل وياك؟ والله احنا حاليا شغالين على الانستغرام @go_kayak مجرد ما يتصل علينا طبعا كل التفاصيل والالوان والاحجام موجودة في الانستغرام الاكونت ويوصل له للبيت للشاليه اي مكان في احجام؟ اي نعم في حجمين هذا اللي احنا قاعدين عليه اللي هو السنجل سايز عندنا فاميلي سايز اللي يكون ثلاث اشخاص إيه وفي بو شخصين وفي بو شخصين نعم حلو زين عيلان ابيك تذهب لي واحد بس ابي لونه شاي حاضر عشت حاضر وبكذي نكون خلصنا تقارير اليوم ولكن باقي شيء كياك يبا وبحر كل واحد يطلع على تقرير واحد صح؟ انا رحت دايت انت وخذيت اكل انت استفدت انا الحين كياك عاد والله العظيم مو مجامله دشت ببالي ودي اخذ لي كياك يلا وبعض الناس راحوا شكشوكه وما خلوا اكل ما كلوا بحر بس كليت الحمد لله يحبكم حق الاكل ما شاء الله عليه زين وما يبين اي والله انا لو اكل ما ادري شنو تقول اعوذ برب الفلق ما شاء الله ما شاء الله تقوم الخشب ما ادري ايش تسوي ماكو خشب هذا حديد هذه الخشب انت ذكرت اسم الله اهم شيء اسم الله ونعم بالله بس هذا خشب زين ايش رايكم تقولوا لهم السؤال على ما اخلط الاسامي بس الاسامي شويه اللي مجاوبين اليوم ها وايد جاوبوا غلط وايد مع انه يعني ابو فهد ما قصر قال لكم انه نوهكم وقال لكم يا جماعة قال لكم أصلاً قال لكم مو شاطئ شوي قلت مو شاطئ شوي ما أدري ليش وايد فيك كلامي عموماً السؤال كان يقول ما اسم الشاطئ الذي يقع في منطقة شوي وجاسم قال تقريباً شيء تقريبي اللي هو إنه كان عبارة عن باخرة وكانت قريبة من فندق ماريوت كانوا يسمونها ماريوت وأيضاً قريبة من شركة البترول الوطنية عموماً إحنا ناطرين السحب بنعرف من هو الفائز والمفوز. ما لا تريد أن قلت الإجابة صح؟ لا. ولا أنا كنت مشغول قاعد أخلص. لا ستقول الإجابة. أنا أقول الإجابة. الإجابة الأغلب جاوب إنه شاطئ شويخ بس هو للأسف خطأ ما هو شاطئ شويخ. الإجابة الصحيحة هي شاطئ السلام. السلام. اللي جاوب شاطئ السلام راح نسحب الحين. تفضل. أنا أول. إيه أكيد كل أنت أول. شكرا. أوكي الفائز الأول معنا راح يكون. خالد عطية جاسم ألف مبروك ربحت معنا $100 كاش أمينة حسن حداد ألف مبروك فزتي معنا بجائزة نقدية قيمتها $100 كاش وطيبة دخيل الدخيل طيبة دخيل بنات أكثر ربحت بجائزة نقدية قيمتها $100 كاش تستاهلون وشكرا أكيد لأنكم قاعدين تتابعونا وتتواصلون معنا إحنا قلنا من قبل أن المشاركة مقتصرة فقط على المتابعين من داخل الكويت اللي أعمارهم تزيد عن 10 سنوات فما دون ذلك فهو مربحان معنا اليوم
نقول الأسامي مرة ثانية. طيبة دخيل الدخيل، خالد عطية جاسم، وأمينة حسن، حداد. حداد ولا جواد ناس النقطة؟ حداد. ونعم وألف مبروك. ويلا نختم تختمون؟ يلا نختم. كعين تودين بالسلامة الأسبوع الجاي ما راح تكونين معانا. الله يسلمكم، أكيد البركة فيكم، أنتم تكفون وتوفون وإن شاء الله أكيد راح تنجحون. ترى ما نبي صواي، لا تتعبين نفسك. ما نبي صواي، لا توصون حريص واصل. نبي سلامتك. الله يسلمكم. سلامتك وصوغة. إن شاء الله أكيد. بكذي نكون وصلنا حق ختام برنامجنا اليوم، نتمنى كلكم مشاهدينا استمتعتوا بحلقتنا الصيفية. بحر وتان، نتمنى انكم اكيد استفدتوا من المعلومات وشكشوكه ما ننساها. وشكشوكه وكل الاماكن اللي رحنا لها عموما، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في هذه الجوله. اكيد عندي شكر كبير للكبير دير اندير على تقديم الملابس لي دائما في حلقات كافيه شبابي. شكر موصول ايضا لديسكفري مول وتحديدا كوزمو على استضافتهم الحلوه والجميله لنا. على امل ان نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل هالموعد بساعه. كونوا كثار ونتمنى كل الشكر لكم انتم وزملائي الموجودين، وكل الشكر لكم انتم على متابعتكم والشباب وايضا البنات. لا تنسون اليوم نهائي الشامبيونز بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. بسرعه من تبي يفوز؟ انا ابي مدريد. اثنيناتهم مدريد. منو؟ اي ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد؟ ريال. انا خارج بطلة التغطيه. اوكي شكرا. اتلتيكو. انا ابي اتلتيكو عشان عناد بريال مدريد، لانه هو برشلونه. لا انا ما احب لا برشلونه ولا مدريد، بس ابي اتلتيكو. عموما كل التوفيق لاتلتيكو. ابي اتلتيكو. اوكي نلقاكم ان شاء الله اسبوعين. ترى ما ارضى على كريستيانو. يلا بينكم. ايش دعوه يصير لك؟ باي باي.